الروح القدس الاله الواحد امين. سفر الرؤيا اصحاح 19 عدد 7-9. لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لان عرس الحمل قد جاء وامراته هيأت نفسها واعطيت ان تلبس بزا نقيا بهيا، لان البز هو تبررات القديسين. وقال لي: اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الحمل. وقال: هذه هي اقوال الله الصادقه. لو خدت بالك في الجزء الصغير الايتين دول في سفر الرؤيا، مرتين اتذكر كلمه عرس الحمل. عرس الحمل يعني الزفاف او الزواج بتاع الحمل. والحمل طبعا مقصود بيه مين؟ هو الرب يسوع. لكن ده مش معناه انه زواج جسدي. احنا بنتكلم على عرس الحمل، مش بنتكلم على زواج جسدي ان واحد هيتجوز واحده، لكن احنا بنتكلم على اقتران روحي او اتحاد روحي. وبعدين بيقول امرأته هيأت نفسها، يبقى هو عريس وليه امرأة، او هو عريس وليه عروسة. فعرس الحمل مش معناه انه عرس جسدي، ولكنه عرس روحي. لما بيتكلم ربنا يسوع المسيح في متى 25 في اصحاح 25 في العدد 1 و2، يقول: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. برضه بيتكلم عن عذارى وبيتكلم عن العريس، ولكن ما يقصدش ابدا ان هو ده عرس جسدي من هذا العالم. في الواقع ان العرس الزمني او الجسدي او البشري او الحب الزيجي بين الزوج والزوجه ده ظل او مثال للحب الالهي أو العشق الإلهي أو الاتحاد الإلهي بين الله والإنسان، بين الله والإنسان. احنا بنتكلم عن علاقتنا مع الله في شخص المسيح، ويمكن يبدو الكلام للبعض غريب شوية. احنا دايما بنتكلم باعتبارنا عبيد لله، او نتكلم باعتبارنا ان احنا اولاد الله، ولكن قليل قوي لما نتكلم ان احنا عروس الله. عروس الله على فكره كلمه نفس بسيشي، سواء باليوناني أو بالعبرية الكلمة دي، وحتى في العربي الكلمة دي مؤنث. بس مش معنى أنها مؤنث يبقى نقصد لما نتكلم عن نفس واحد راجل مثلا نقول نفس فلان يعني بره عنكم لما بنقعد في جنازة نصلي نقول هذه النفس التي اجتمعنا سببها اليوم. وممكن تبقى هذه النفس ده راجل أو ولد أو شاب،
فكلمة نفس، هذه النفس في العربي، العربي طبعا مع العبري من أصل واحد، واليوناني مؤنس. فعشان كده احنا ما عندناش في اللغة مفردات تعبر عن الحاجات الإلهية تعبير سهل أو مظبوط 100%. فلما ربنا حب يعبر عن قمة حبه وعن عظمة رغبته ولذته في الإنسان، صور نفسه على إنه عريس، ونفس الإنسان ده يبقى هو العروس، يبقى هو العروس. يعني أنا عايزك تطلع النهاردة، أخد تطلع النهاردة إن شاء الله بنعمة ربنا، وعندك اقتناع داخلي إنك أنت عروس الله وأنت عروس الله. إزاي الكلام ده؟ العلاقة بين الله والإنسان الهدف منها أنها توصل إلى اتحاد مع الله، على مثل اتحاد الرجل مع الزوجة، ولكن على المستوى الروحي يبقى فيه التصاق واتحاد فعلي بين الإنسان والله. في كورنثوس الأولى 6:17 يقول: من التصق بالرب فهو روح واحد. من التصق بالرب فهو روح واحد. يعني النهاردة ربنا بيقول لك أنا لي أشواق ليك، ربنا بيقول لك، وربنا بيقول لك أنا لي أشواق ليك، إن احنا نلتصق مع بعض، وأنا وأنت نبقى روح واحد، أنا وأنت تبقى روح واحد. تخيل، تخيل إن ربنا عايزك، تخيل إن ربنا عايزك وربنا عايزني، إن أنا وهو نبقى روح واحد، نبقى روح واحد. والرب يسوع المسيح في صلاته الأخيرة للآب قال ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني، وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. طبعا بنستخدم الآية دي في الاجتماعات المسكونية عشان نقول إن رغبة المسيح إن كل الشعب المسيحي يتحد مع بعض يبقى واحد، لكن هي ليها مستوى تاني في الفهم أو في الفكر أو في المعنى. إن ربنا قصده يقول إيه؟ رب يسوع بيقول له أنا وإنت واحد. هل تقدر تفصل الأب عن الإبن؟ حد يقدر يفصل الأب عن الإبن؟ مش ممكن. قال إن الأب فيا وأنا في إيه؟ وأنا في الآب. فهو بيقول أنا وإنت واحد. أنا عايز بقى أولادي يبقوا معانا كمان، يلتصقوا في هذه الوحدانية، يبقى هم كمان واحد فينا، واحد فينا، ليكونوا هم واحدا فينا كما أننا نحن واحد. فالعلاقة بين الإنسان والله أو بين الله والإنسان هي علاقة اقتران روحي أو زواج روحي، أو مطلوب إن احنا نوصل لهذا المستوى، مطلوب إن احنا نوصل لهذا المستوى. فإحنا في المسيحية ما بنعرفش فرائض، لكن المسيحية نعرف حب، والحب الإلهي في المسيحية يصل لدرجة إنه يبقى فيه اتحاد كامل بين الإنسان والله. ده اللي بيسميه الكتاب المقدس محبة الله من كل القلب، محبة الله من كل القلب. يقول تحب الرب إلهك
من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. اسأل أي عروسة كده في وقت الزفاف بتاعها أو قبل الزفاف كده بدقيقتين، قولي لها بتحبي مين دلوقتي؟ طبعا لو هي مخلصة وأمينة هتقول العريس بتاعي، إنما لو هي ضميرها مشوش يمكن بتفكر في حد تاني، ما أعتقدش إن في واحدة في وقت زواجها هتكون بتفكر في شخص تاني وإلا تبقى إنسانة غير أمينة. فالرب يسوع بيقول الوصية الأولى والعظمى في الناموس إن يصل الحب بتاعك لله إنك أنت تحب الله من كل قلبك من كل، وحط تحت كلمة كل دي 100 خط، كل قلبك كل نفسك كل فكرك، يعني توصل لدرجة الهيمان في الله أو العشق الإلهي. العشق الإلهي يعني اللي بيبقى زهقان لما يصلي وعايز يخلص، واللي يبقى زهقان انه قاعد في القداس وعايز يخلص، ده لسه ما دقش الحب الإلهي. لو دق الحب الإلهي يلاقي ان اللحظات دي هي احلى لحظات في حياته. فالكتاب بيسميها المحبة من كل القلب ومن كل النفس ومن كل قدرة، ويسميها ايضا المحبة الاولى. المحبة الاولى يقول ملاك كنيسة افسس في رؤية 2:4 قال له عند عليك انك تركت محبتك الاولى. المحبة الاولى، تلاقي كده الازواج عندهم حب في وقت الزواج، هي دي المحبة الاولى. المحبة الاولى ممكن هذا الحب يزيد، ولكن ممكن هذا الحب يفتر حسب أمانة الطرفين. هذا الحب بنسميه برايدل لوف. برايدل لوف يعني الحب الزفافي أو الحب العرسي أو الحب الزيجي بينه وبين الله. الحب ده ابتداه الله، مش أنا اللي ابتديته، ودون أن تشعر هو الله هو اللي سعى أن يدخل معاك ويدخل معاكي في علاقة الحب دي. يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. هكذا أحب الله العالم. ربنا أحبك وربنا أحبك، ومن قبل ما أنت تتولد، من قبل ما أنت تتولد حب الله أن يقدم ليك عطية أو هدية للزواج، للقران معاه، للاتحاد معاه. حب يخطبك أو حب يخطبك ليه. فلما حب يخطبنا حتى قبل ما نتولد قال أنا هقدم ابني هبذله من أجلكم علشان يبقى فيه إمكانية إن احنا نعيش مع بعض ونعيش واحد، يبقى فيه اتحاد بيننا وبين بعض. والرب يسوع يقول ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. بالظبط كده زي العريس لما يروح يخطب العروسة، يعني متعودين حسب الكلشر، لأن في بعض الحالات بتبقى الأمور معكوسة شوية، لكن احنا متعودين إنه العريس هو اللي يروح يخطب، هو اللي بينقي العروسة وهو اللي بيخطب العروسة. فهو المسيح بيقول كده، بيقول لي أنت ما اخترتنيش، بيقول لك كده أنت ما اخترتنيش
ويقول لك نفس الحكاية، مش أنت اللي اخترتيني، أنا اللي اخترتكم، أنا اللي اخترتكم، ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. عشان كده القديس يوحنا في رسالته الأولى يوحنا 4:19 يقول نحن نحبه. ليه نحن نحبه؟ أنا بسألك كده، أنت بتحب الله؟ أنت بتحب الله؟ هتقولوا إيه؟ آه. طب ليه؟ قال نحن نحبه. تعرفوا سبب ليه؟ لأنه هو أحبنا أولا. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. يعني الحب اللي فيا ده ناحية الله ده مش طالع مني، لا، ده رد فعل الحب بتاعه اللي سكبه فيا. وهو لما سكب حبه فيا أنا ابتديت أحبه، أنا ابتديت أحبه، فهو حط بذرة الحب فيا عشان بذرة الحب دي تطلع شجرة حب وتطلع علاقة حب بيني وبين الله وأنا أحبه. زي بالظبط كده، واحد غريب عن واحدة، ما كانوش يعرفوا بعض واتقابلوا، وبعدين اللي حصل ان البنت دي عجبت الولد او العريس ده، فالعريس ده احبها، فلما احبها اتقدم ليها وابتدى يتودد ليها وابتدى يقدم ليها هدايا. قبل هذه الخطوة ما كانش فيه اي مشاعر بالاتنين، ما كانش فيه اي عاطفة بالاتنين، لانهم اصلا ما كانوش يعرفوا بعض واصلا ما كانوش يتقابلوا مع بعض. ولكن هي لما ابتدت تحس بالحب بتاعه هي ابتدت تحبه، هي ابتدت تحبه. ده اللي بيحصل معانا، ان الله احبنا اولا، ولانه احبنا اولا لو انا دقت الحب ده وحسيت الحب ده على طول يتحرك قلبي من جوه الى مشاعر حب ناحيه الله، مشاعر حب ناحيه الله. المشكله لو احنا مش حاسين بالحب ده، المشكله مش هينفع اقول لك حب ربنا حب ربنا حب ربنا وتطلع بره تقول اه انا لازم احب ربنا وغصب عني لازم احب ربنا. لا، ما تجيش كده. لكن هي تيجي اقول لك حب ربنا، يعني انت تدوق الاول حب الله واطلب حب الله ان ينسكب فيك. محبه الله انسكبت فينا بالروح القدس، فلما تدوق الحب الالهي ده تقدر يبقى ليك رد فعل على طول انك انت تحب ربنا. فالحب ده بيتم بانسكاب الروح القدس في قلب الانسان. يقول في رومية 5:5 لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. عارف كلمة انسكبة دي يعني ايه؟ زي ما بتجيب كده أبريق في مية أو زيت أو حاجة وتسكب تسكب، فربنا بيسكب الحب الإلهي في قلبنا بالروح القدس. بس ده محتاج انك تدي ربنا فرصة ان يسكب الحب ده، تدي ربنا فرصة ان يسكب الحب ده، والحب ده ينسكب فينا بالروح القدس في اوقات العبادة، أوقات الصلاة في القداس، أوقات التناول، أوقات القعدة بتاعتنا قدام الإنجيل، أوقات اللي فيها ننفذ وصية ربنا،
خلي بالك، خلي بالك ان كل فرصة تقعد فيها مع الله سواء في القداس او في المخدع بتاعك في الأوضة بتاعتك قدام الانجيل والاجبية، ان كل فرصة هتقعد فيها مع الله هي فرصة انك انت تشرب وتستقبل سكيب الروح القدس واللي معاه سكيب الحب الإلهي، وتبص تلاقي نفسك انت بتشبع بحب الله وبالتالي انت بتحب ربنا. وكل مرة تدخل في موقف والموقف يستلزم منك رد فعل معين، فأنت لو عملت رد الفعل حسب وصية ربنا تبص تلاقي روح ربنا بيفرح جواك ويسكب حب ربنا جواك. يعني أقولها بطريقة عملية شوي، يعني مثلا حد زعلني أو حد زعلك، ماشي، فقدامنا اتجاهين، يا إما أنا أخد حقي وأكره الشخص ده وأعمل معاه عداوة وده أسلوب ولاد العالم، يا إما أنا أرجع لوصية المسيح اللي بتطلبني بالغفران وتطالبني بالمحبة حتى الأعداء وتطالبني بإنكار الذات وتطالبني بالاتضاع. فأنا لو خدت الاتجاه بتاع الوصية ده يخلي روح الله جوايا يبقى فرحان، ولما يبقى روح الله اللي ساكن جوايا فرحان بيسكب سكيب الحب الإلهي فيه. موضوع كبير قوي ان انا اتكلم عن ازاي امتلي بالحب الالهي ده علشان يبقى رد فعلي حب لله على مستوى هذا الحب العرسي او على مستوى القران مع الله او الاتحاد الكامل مع الله والالتصاق مع الله عشان انا وربنا نبقى واحد. لكن عايز اقول لك حاجات سريعه كده، ملامح لهذا الحب بين الله والانسان، ملامح سريعه كده عشان اشوقك لهذه العلاقه من الحب. اول حاجه واضحه ان الله هو العريس. يقول في إشعياء كفرح العريس بالعروس يفرح بيك إلهك. يعني يا ريت تستقبل الكلام ده في قلبك وتستقبل الكلام ده في قلبك، ان ربنا بيقول زي ما العريس فرحان بالعروس انا فرحان بيك، انا فرحان بيك. تخيل كده لو دي دخلت قلبي الليله دي وانا مروح وسامع صوت ربنا بيقول لي كده، يا ابونا تعرف العريس يبقى فرحان بالعروس ازاي؟ اقول له ازاي يا رب؟ قال لي زي ما العريس بيبقى فرحان بالعروس انا فرحان بيك. فربنا بيقول لك الكلام ده النهارده، بيقول لك انت النهارده الكلام ده، انه كفرح العريس بالعروس يفرح بيك الهك. ده في هوشع قال اخطبك لنفسي إلى الأبد، أخطبك لنفسي إلى الأبد. تخيلوا علاقة زوجين مشعللة بالحب كأنهم لسه مخطوبين، لأن دايما المشاعر في خطوبة تبقى عالية قوي، لكن لما يدخلوا في الحياة العملية للأسف يحصل مواقف كتيرة تهز الموضوع ده. لكن مع ربنا يقول لا، أنا هتحد بيك، انا عايزك، انا فرحان بيك، وانت بالنسبه لي كاني بخطبك الى الابد. يا ربنا بيقولك الليله دي
أخطبك، بيقول لنفسي يعني أخطبك لنفسي إلى الأبد. الرب يسوع قيل عنه أنه العريس. طبعا ما فيش فرق أن أنا أتكلم عن الله الآب وعن الله الإبن، لأن الإبن في حضن الآب، فاللي هقترن بالإبن هيبقى اقترن بالآب. والرب يسوع نفسه قال أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يقدر أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي. حتى تلاقي في حط الشرقية صورة المسيح في حضن الآب. فلما نتكلم على الاتحاد بالمسيح وأن المسيح عريسنا، معناه بالتالي هو اتحاد بالله الآب نفسه من خلال المسيح. دي حتى لاهوتية شوية مش عايز استفيض بيها. ولكن قيل عن الرب يسوع أنه العريس. في يوحنا 3 في عدد 29 يوحنا المعمدان يقول من له العروس فهو العريس. فكان بيتكلم من ضمن شهادته عن يسوع، بيقول يسوع ده سماوي واللي من السماء بيتكلم، ويسوع عنده الروح القدس بدون كيل، ويسوع ويسوع ويسوع. وبعدين قال يسوع ده هو العريس، من له العروس فهو العريس. والرب يسوع نفسه لما سألوه عن وصية الصوم قال ما دام العريس معهم ما يقدروش ينوحوا أو يصوموا، حين يرفع العريس عنهم فحين أذن يصوموا. كان يقصد بمين العريس؟ كان بيقصد نفسه. فإذا عرفت العريس وعرفت أن العروسة، العروسة هي نفسي، هي نفسك، وهي الكنيسة ككل. يعني ممكن تبقى العروسة مقصود بها في الكتاب المقدس هي الكنيسة مجتمع، هي عروسة المسيح. وممكن تتفهم ان كل نفس بشرية فينا قبلت الرب يسوع واعتمدت باسم الرب يسوع هي عروس للمسيح. هذا الحب بيحمل فيه اشتياقات جبارة او عظيمة او جميلة او رائعة من جهة العريس نحو العروس. واحنا للأسف من ضمن الأصفار اللي احنا بنهملها في دراستنا او بنتعثر في دراستها هو سفر نشيد الأنشاد. لكن نشيد الأنشاد هو بيتكلم بروعة عن عظمة الحب الإلهي ما بين الله والإنسان، او ما بين الله والنفس البشرية باعتبارها عروس لله. ويعبر عن اشتياقات العريس وعن رغبته انه يشوفها ويسمع صوتها وعن هيمانه في العروس، هيمانه في العروس. تستغرب. فمثلا اقول لكم بعض الكوتيشنز من نشيد الانشاد. في دي الأول من المزامير. في المزامير يقول اسمعي يا بنت وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك فيشتهي الملك حسنك. دي دايما نقولها في الأكاليل، لكن بننسى أن هي دي ليها معنى أعمق، أن هو أن الله عايزني أنسى كل حاجة عشان هو بيشتهي جمالي. تخيل لو انت تسمع الآية دي ليك او تسمعي انت الآية دي ليكي، يقول لك اسمعي يا بنتي وانظري واميلي اذنك وانسي شعبك وبيت ابيك لا فيشتهي الملك حسنك. يشتهي الملك يعني الله نفسه يشتهي جمالك. كلمة حسن دي في الترجمة معناها يشتهي جمالك. فالله بيشتاق لجمال عروسته.
انت يمكن او انت يمكن مش واخد بالك انت نفسك دي بالنسبة لله تبقى ايه، لكن الله النهاردة بينور لنا حاجة كده يقول خلي بالك ان نفسك دي بالنسبة لي دي جميلة جدا وانا مشتاق ليها وانا مشتاق ليها. في نشيد 1:15 يقول ها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميلة عيناك حمامتان. ادي اقدر اخدها لنفسي دي برضو؟ انت تقدر تاخدها لنفسك؟ انت ممكن تاخديها لنفسك؟ قال لك اه. هو ربنا بينجيك، ربنا بيعلن عن اشتياقاته لجمالك، يقولك انت جميل انت جميل انت جميلة. شوف لما يبقى اب حنين ومعاه ابنه ولا بنته ويقعد يدلع فيه ويقول له انت جميلة خالص انت جميلة خالص، وهو فعلا بيبقى صادق انه بيتكلم عن مشاعر الحب اللي جواه لبنته او لابنه، انه بيقول له انت جميل. فالله هنا باعتباره العريس للنفس البشرية بيعبر عن اشتياقه لجمال عروسته، يعني بيعبر عن اشتياقه لجمال نفسي وجمال نفسك وجمال نفسك. بيقول لك ها أنت جميل يا حبيبتي، ها أنت جميلة يا حبيبتي. مش بس بيشتاق لجمال النفس البشرية، بيشتاق إنه يشوف النفس البشرية. يعني إحنا بنيجي نصلي القداس ومش واخدين بالنا إيه الدافع اللي خلانا نتحرك ونيجي نصلي القداس، أو لما نقف وقفة صلاة في البيت مش واخدين بالنا إيه اللي دفعنا إن إحنا نقف نصلي قدام الله. يمكن يبان لينا أو نعتقد إنه الواحد قال لنفسه كده آه تم نقف نصلي دلوقتي نقول لنا مزمورين ولا حاجة، ولا ما نطلع نروح القداس النهاردة بدل ما إحنا قاعدين في البيت ونصلي. لا مش كده، هي حقيقة الأمر إن دي اشتياقات الله ليا وليك. ربنا عايز يشوفني، ربنا عايز يشوفك، ربنا عايز يشوفك، وربنا عايز يسمع صوتك، وربنا عايز يسمع صوتك. فبيقول لها إيه في النشيد؟ يقول لها أريني وجهك، خليني أشوفك. زي كده العريس لما بيحاول يجري ورا عروسه يقول له خليني اشوفك انت وحشتيني. هو ربنا بيقول كده، بيقول انت وحشتيني انا عايز اشوفك، يقول لك كده انت وحشتيني انا عايز اشوفك. اريني وجهك، اسمعيني صوتك، لان صوتك لطيف ووجهك جميل. تخيل ان بعد الاشتياقات الالهيه دي الواحد يجي القداس وبعد كده تيجي المردات ولا الألحان ولا الصلاة وربنا يبص كده يقول ليه كده يا فلان، ده أنا نفسي أشوفك ونفسي أسمع صوتك. ليه كده يا فلان، ده أنا نفسي أشوفك وأسمع صوتك. أنت ليه واقف في القداس مبلم كده، وليه واقفة في القداس مبلمة، ليه ما أنتش قادر ترفع تفتح صوتك بالتسبيح الإلهي، افتح فمي بتسبيحك يا رب. ربنا عنده اشتياقات انه يشوف النفس البشرية، ربنا عنده اشتياقات انه يسمع صوت النفس البشرية. فانت لما تقف في التسبحة او تقف في القداس او تقف في صلاة المزامير أو وأنت بتناجي ربنا بقلبك وأنت قاعد قدام الإنجيل، دي حاجة تفرح ربنا خالص. يقول ياه ده أنا كنت مشتاق من زمان أسمع صوت فلانة، أنا مشتاق من زمان أسمع صوت فلان. شوفوا قد إيه إحنا يا جماعة، شوفوا قد إيه إحنا قصرنا في الحب بتاعنا لربنا،
هو مش ساق لي، مش ساق يشوف وشي، ومش ساق يسمع صوتي وأنا مش جريان. هو مش ساق ليك، مش ساق يسمع صوتك وانت بخيل عليه، مش عايز توري له وشك ومش عايز تسمعه صوتك. وانت ممكن تبقى بخيل عليه، لا عايزة توري له وشك ولا عايزة تسمعيني صوتك. الكنيسة الحية، الكنيسة الحية هي الكنيسة الملتهبة بالحب الإلهي، إن لما تيجي فرصة للصلاة والتسبيح تلاقي كل الكنيسة بتسبح، وتلاقي كل الكنيسة بترنم، وتلاقي كل الكنيسة بتهتف، لأن الكنيسة الحية هي كنيسة شبعت من الحب الإلهي واتملت، اتملت بالأشواق الإلهية، فعمالة تعبر عن حبها وتعبر عن شوقها لله. أريني صوتك، اسمعيني صوتك، أريني وجهك، اسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. آخر حاجة أقولها الليلة دي، وإذا أراد ربنا يبقى نكمل مرة تانية في الموضوع ده، إنه أنا يمكن قلت عبارة ويمكن استغربت إزاي إن أنا قلتها، يمكن قلت لكم عبارة إن الله هيمان فيك، الله هيمان فيكي، إن الله عاشق ليك والله عاشق ليكي. يمكن استغربوا إزاي أنا بقول الكلام ده، ما هو الحب الإلهي والهيام في الله أصله هيام الله فيا وعشق الله فيا، هو ده اللي بيعمل رد الفعل إن أنا ببقى هايم فيه وأبقى في حالة عشق إلهي لي. اسمع كده نشيد أنشاد 4 في الأعداد 9-10، يقول لها: قد سبيت قلبي يا أخت العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك، ما أحسن حبك يا أخت العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. سبيت قلبي يا أخت العروس. تخيل لو أنا صدقت دي الليلة دي، لو أنت صدقت العبارة دي الليلة دي، لو أنت أو أنت صدقت العبارة دي وخدتها من فم الله، إن ربنا بيقول لك أنت جميل قوي وأنت سبيت قلبي، وربنا بيقول لك كده، أنت جميلة خالص وأنت سبيتي قلبي، قد سبيت قلبي يا أخت العروس. إيه ده يا رب؟ إيه اللي إحنا بنتكلم فيه ده؟ إيه الحب الإلهي العظيم ده؟ وكان فين ده؟ وليه إحنا مش جارين بيه؟ وليه مش بنتكلم عنه؟ وإحنا عايشين مشغولين بمتاعب ومشاغل ومشاكل وأمور العالم كلها، ونسينا إن في عريس إلهي بيخبط على القلب وبيجري ورانا ومغرم فينا وهيمان فينا وعاشق لينا، وإحنا بالنسبة له كل نفس فينا هو مزبي بحبها، مزبي بحبها. هو نفسه قال كده: اللذاتي في بني البشر. شوف ربنا خلق حاجات كتيرة قوي، حاجات كتيرة خالص، خلق الشجر وجمال لا يوصف، وخلق النجوم وعظمة وجلال لا يوصف، وخلق البحار، وخلق الجبال، وخلق الحيوانات، وخلق الطيور، وخلق الإنسان. ساب ده كله وجه لغاية الإنسان: اللذاتي في بني آدم. المتعة بتاعتي، متعة الله في البني آدم، حاجة عجيبة قوي.
يا رب ده البني آدم ده مجرد إناء فخار، إناء فخار. قال الإناء الفخار ده أنا عملته شكلته وبعدين لونته بالألوان بتاعتي، وبعدين الإناء الفخار ده زينته، وبعد ما عملت كل في الإناء الفخار ده رحت حطيت فيه روحي ورحت غمره في وسط روحي، بقت روحي حواليه من بره وروحي فيه من جوه، وأنا بقيت الإناء الفخار هو موضع حب الله وموضع سرور الله وموضع عشق الله للإنسان، عشق الله للإنسان. يا ريت تفكروا في الموضوع ده، سيبه لكم يكون سبب فرح ليكوا إنه ما أعظم حبك يا رب، ما أعظم حبك يا رب. لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين. فضلنا.